دائما كنقول بان الموضوع كل ما مشى الجانب التربوي والجانب العلمي كيسهل، لان المشكل فين كاين؟ في الخلفيه اللي عند الام، كيفاش كتفهم الامور؟ واش كتفهمها بحشومه؟ اذا لا فهمتها بحشومه غتبقى الجهل وغيبقى الخوف. الا فهمتها بانها تربيه، كتما كتعلمها الحوايج ديال الدار، كيفاش تلبس، كيفاش تهضر، كتعلمها شنو هي الجسد ديالها، ما غيكونش اشكال. اذا من الامور السهله بين الام والبنت هي البنت ملي كيجيوها لي ريغل، الحق الشهري ولا العاده الشهريه ولا سميوها شنو ما بغيتكم. هذه فرصه رائعه جدا باش نفهم البنت ما معنى انها ولات كيجيوها حق الشهر، ولكن قبل ما توصلها كنهيئها انه شيء عادي باش ما كتجيهاش داك الصدمه النفسيه، حتى الا مشات للمدرسه وقعات لها وكانت لابسه شي حاجه اللي كتبين الدم ما كتخلعش ما كتشوش، كنعطيها احتياطات دي معها فوطه صحيه ما فيها حتى شي حاجه، لان الفتره كتهيئ اذا كتولي كتقبلها. من بعد كنجي مباشره ان هاد الحق الشهر شنو هو؟ هو هذيك البويضه ديالك ملي كتنزل وما كتلقاش مع الحيوانات المنويه، كتجرح الرحم كيهبط الدم عادي جدا، ما فهمتش وحشمات، دخل الانترنت تبارك الله كل شيء موضح. ملي كتفهم البنت هاد الامور كنجي معها لبعد اخر، هنا ما معنى الحمل، كنشرح لها الحمل شنو هو، لان العلاقات الجنسيه الا ما كانش في اطارها المؤسساتي بنتي راه غيولي عندك حمل غير مرغوب فيه. ويجي نشرح لك، ماشي كنخلعك، كنشرح لك باش تفهمي المسؤوليه اللي عندك، لان كفانا من التخويف وكفانا من الطابو، بغينا ولادنا يبداو يفهموا وياخذوا قرار ويولوا مسؤولين على جسدهم، لان وصلنا للمراهقه. بمعنى ملي كتكون واحد اللحظه للجهاز التناسلي بدا كيكبر والشهوه الجنسيه كتكون، اذا ما غتبقاش مركزه فقط على الشهوه الجنسيه، كنوليو في المسؤوليه، مسؤوليه الحمل، مسؤوليه الرغبه فيها او عدم الرغبه فيها، مسؤوليه امام القانون. يعني كنخرجوا من السياق دائما اللي كنقولوا ديال الممارسه ديال الجماع الى مفهوم الجنس كحياه اجتماعيه، كمسؤوليه قانونيه، كمسؤوليه عن الحمل، ولكن ماشي غير مع البنت. حيت سولتيني على الام والبنت، راه نسولو حتى الاب والابن، راه حتى الابن بعد شي احيان حتى هو الى سقط في هذه الوضعيه من الناحيه القانونيه غيكون عنده ابوه غير مرغوب فيها، بالتالي كنوليو في الجريمه، كنوليو في الاعتداء، كنوليو في السجن، كنوليو في اشياء كثيره جدا. وبالتالي هنا الاب كيجي وعيه الرغبه الجنسيه راه ماشي معناتها عندك واحد السلطه على الاخر، ماشي الجسد البنت راه مستباحه، بمعنى كيولي كيفيه التحكم في الاندفاع وفي الرغبه والشهوه الجنسيه من خلال الحوار. لان نعطيو غير مثال بسيط، كنا كنبغيو ناكلو، كنا كنبغيو يكون عندنا الفلوس، عندنا على هذا الحساب نمشيو نهجموا على عباد الله ونسرقوا لهم ديورهم، نسرقوا لهم فلوسهم، نسرقوا لهم ماكلتهم. علاش ما كنديروش هادشي؟ لان كنعرفوا قانونيا ان كل فعل عنده العواقب ديالو القانونيه، فكذلك الجنس. اذا ما كيبقاش داك الطفل مركز على هاد الامور. ثاني امور اللي يمكن حتى هي تساعد في هاد المرحله المراهقه، وهو ما فيها بس نجلسوا نتفرجوا في افلام وناقشوا هاد الامور، والافلام كثيره سواء وطنيه او دوليه اللي كتعالج مثل هذه المشاكل. ملي كيكون التحسيس عن طريق الفني وعن طريق الفيديو وعن طريق الافلام، وكيكون داك النقاش بين الاب وولده وبين الام وبنتها في اطار جو اسري، داك التابو كيتهرس وما كيبقاش داك الاستهامات المرضيه لي فونتازم اللي هما منحرفين، كيولي كيفهم الاشياء بعقله. لان كل ما اتجهنا للعقل كل ما انخفضت المسؤوليه وكل ما انخفضت الدافعيه المرضيه او الدافعيه المبنيه على الجهل. هذه كلها امور كتساعد باش يكون واحد النوع من الثقه داخل الاسره، وحتى ان الطفل والطفله او المراهق والمراهقه ما كيبقاوش في عالمهم المغلق. لان ملي كتهضر مع المراهقين اش كيقول لك؟ مي با ما كيتصنتوليش، لا لا داك الموضوع نهضر مع با مي ما يمكنش، يستحيل. اذا ها واحد الحاجز خلقناه، اذا الا ما هضرتيش معاه انت فين غيمشي يجيب المعلومات؟ بالضروره غيمشي يجيبها اما في الانترنت او في العلاقه، واحد التجربه فاشله او تجربه اللي تقدر تؤدي بنا للعواقب اخرى ما نساوهاش، اللي هي الامراض المتنقله جنسيا. وهذه الان اصبحت مشعه، ما كنهضروش فقط على السيده، كنهضروا على السيفيليس، ما كنهضروش غير على السيده والسيفيليس الان، ولينا كنهضروا على امراض اخرى خطيره جدا اللي كتكون مصحوبه بالتعاطي المخدرات وغيرها. اذا ملي كيولي الانسان كيفهم بان جسده ماشي رخيص ولا جسد الاخر ماشي رخيص، وان المساله لا تتعلق فقط بالجماع بل هي مسؤوليه، بل هي علاقه، بل هي حب، بل هي قانون ايضا، كيولي كتراجع داك الحده ديال الاندفاع الجنسي عند المراهق. اول شيء ما خصناش نفعل، لان حنا كنعرفوا ان الطفل ملي كيكون امام هذه الرسوم فالرسوم راه عندها واحد القوه على الاقناع والاغراء ما
ما كتصورش، لان فيها الجماليه، فيها الموسيقى، فيها الحركه، فيها الخطاب بلغه الطفل. تصور واحد عايش في هذا الجو، تجي انت كتغوتي عليه، معلوم غيكرهك انت وغيبغي داكشي اللي كيتصنت. اذا اول شيء عدم الانفعال. هاي بعض الاباء يقول لك وايلي وكي غندير، واش حنا بسيكولوج؟ لا، ما عندها علاقه بالبسيكولوج، عندها علاقه واحده، فكر انك الا انفعلتي راه كيزيد يتقرب من هذا المشكل، غيخليك حتى ما تكونيش غنمشي تفرج. اذا تهدن، جلس معاه وحاول تهضر معاه في ذاك اللقطه. الان المجتمع الدولي الان ولا كيفيق، ولا كيهضر على المثليه، ولا كيهضر على هاد العلاقات الجنسيه قبل الاوان، لان غير منطقي الطفل ما عندوش الجهاز التناسلي متطور والعقل متطور وكنوريه صور جنسيه. اذا هذه امور لا اخلاقيه ولا تربويه. كنجلس مع بنتي، شنو فهمتي ولدي؟ شنو هو هذاك الشيء؟ واش في هذا العقل في نظرك انت واش هذا الشيء كيدير في هذا العمر؟ الطفل ما عمرك تحقر الذكاء ديالو، لان اش غادي ندير هنا؟ كنربي عنده الحس النقدي، كنربي عنده ماشي يشوف مستلب، كيشوف وكينتقد. اذا هذه هي المرحله فاش غنكون عنده الاخلاق، فاش غنكون عنده داك الثقافه ديالنا والانتماءات ديالنا، ولكن بهدوء، بلا ما نغوت، بلا ما نسب. لان بدرجه انه هو بدا يشوفه بدا يعيف، هو يشوف يقول لك هذه المصيبه. هو ملي كنقول هو كان ذكر او انثى، الا وصلت لهذا راني نجحت. وهذه هي الطريقه السليمه باش نقدر نوصل لولدي هاد الاشياء اللي كتشوف راه ما خدامهاش. ولكن هذا في حاله الوضعيه اللي هضرتي عليها، الوضعيه ما قبلها الوقائيه، خص الاباء والامهات ما يخليوش وليداتهم يتفرجوا في شي حاجه مازال ما شافوهاش هما. عندي امكانيه المراقبه، اذا نشيل نشوف داك الامور اللي كيشوفوا وليداتي قبل ما يشوفوها، لان الحمايه هي وظيفه اسريه. حنا وظيفتنا هو نحمي وليداتنا، خصوصا في واحد المقتبة ديال العمر 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين مازال ما فاهم والو، ما يمكنش نجلس نشرح ليه امور بحال الصعوبه من هذا القدر. اذا ضروري نشوف هذه الاشياء، وخصوصا ان الاطفال كيسمعوا بعضياتهم، شي كيصيفط ميساج لواحد اخر في المدرسه، كيتلاقاو كيهضروا على اشياء. اذا انا من 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 الامور الاساسيه والجوهريه ونفتح حوار مع ولدي، يعود ليا نتصنت، هي اللي غتعطيني المعلومه، وانا داك كنمشي نراقب. بحال هذه الامور كنمنعها، ملي كنمنع على ولدي واحد الامور في الدار اللي هذه ما تمسهاش عادي، وهذاك لا، يعني ما خصهمش يضحكوا علينا في قضيه الحريه الشخصيه وحريه التعبير. لا سيدي، انا كنحمي ولدي ومسؤوليتي، هذه ما غاديش تشاف الخروج من وقت لهذا الوقت. لا، هذا الصاحب ما مزيانش، هذه مسؤوليه اسريه ما عمر شي واحد يحرمنا منها. لان الا ما درناش هذه الامور وتنازلنا عنها، اذا اش كنديروا؟ علاش كنصلحوا؟ فما يمكنش نخلطوا الامور ما بين الحريه وبين الفوضى وعدم تحمل المسؤوليه التربويه. لا، كنربي ولدي وهذه الامور كنحيدها، ومن بعد ذلك كنشرح لولدي علاش، وحتى الا مشى حتى شافها راه نوريكم الطريقه كيفاش كنتعامل معاه بدون واحد الاندفاعيه، بدون كما كنقولوا بالدارجه، بلا ما نغوت، بلا ما نتخلع. احنا كنعرفوا انك كتضيف واحد المرحله عمريه حساسه اللي هي مرحله المراهقه، ومرحله المراهقه كيولي الانسان عنده الشهوه الجنسيه وعنده الرغبه الجنسيه. فاذا ملي كنشوفوا بنتي او ولدي كيدير العدسه ديالي، اول شيء ما خصكش تصدمو في ذاك اللحظه، ما خصكش تدخل لسبب بسيط. اولا كتحترم الحميميه ديالو، ثانيا ما كتخلقش واحد الصراع نفسي بينه وبين جسده اللي كيوصل لدرجه انه يقدر يكره جسده، او العكس يقدر يولي عنده رغبه مضاعفه للجنس، لان كاين قضيه عنصر التعدي. اذا هنا كتخلي امور حتى كتسالي، ما كتهضرش، ما كتدخلش، حتى كتجي فرصه او انت كتخلق فرصه وكتحاوروا حول العاده السريه والخطوره ديالها. ما قديتيش عطيه مقال يقرح، بمعنى نشرحوها الان مادام ان في حوار بهذا حول الجنس. العاده السريه بالنسبه للذكر كتخليه يعاني من يكبر من القذف السريع، كتخليه يعاني من عدم الجراه على الكلام مع النساء، ما كيقدرش ان بو با لي زابروشي، كيكون عنده واحد الاشباع، وبالتالي داك القضيه انه يبذل مجهود ويمشي لعند المراه ويهضر معها كتقدر تمشي معها حتى 30 سنه 40 سنه، ويبقى ديما عنده داك المركب ديال الاحساس بالنقص، لانه ولف انه يستجيب للجهاز التناسلي ديالو في لحظه الشهوه وكينسى بانه راه ماشي هذه الطريقه السليمه للعلاقات الجنسيه. نفس الشيء يقال للبنت، خصنا نردو بالنا ان حتى البنت في المغرب عندها، في المغرب ولا في العالم كله، عندها حتى هي رغبات جنسيه وشهوه جنسيه. فحتى هذه الام وظيفتها تهضر في هذا الاطار هذا، وتشرح لها بانه راه الشهوه الجنسيه كتحول من داخل الفرج الى خارج الفرج، وبالتالي الا مشات تتزوجات ما عمر ما يكون عندها اشباع جنسي، لان داك الفونتازم
كيتحول للعادة السرية، وبالتالي كتفقد القيمة ديال أنها تلبي الشهوة ديالها من خلال الزوج ديالها، وبالتالي العلاج ما كيبقاش يؤدي وظيفته. هذه من الخطورات اللي ممكنة. بالإضافة إلى ذلك ما هو يمكن أن يكون أمراض، لأن الإنسان ربما يدير العادة السرية ويديه مسخي، ما تقدر ربما يديرها بواحد الطريقة اللي لقى حداه يديرها، كتكون واحد نوع من الأمراض ديال الجلدية. يعني كل ما يمكن أن يجعل هذا الطفل أو هذا المراهق أو المراهقة واعين بهذا الخطورة ديال هذا العادة السرية، كل ما كان المسألة أفضل. ولكن اللي ما خصوش يدار هو ما ندخلوش لك اللحظة، ما نعايروش، ما نقولوش الأمور اللي تخلي الطفل أو المراهق إما يأخذ موقف ضد راسه أو ضدنا. كلتا الحالات كيمشي دائما في هذا الجانب هذا اللي هو متأني واللي هو متعقل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.